عزيزي ثيو، لا تفقد عزمك إذا وجدت الأمور صعبة في بعض الأحيان، وتأكد إن كل شيء سيسير على ما يرام، لأنه ليس هناك من يستطيع أن يحقق ما يتمناه منذ البداية. أني أعتقد بأنك مشغول جدا، ولكن ذلك ليس أمرا سيئا. عزيزي ثيو، لقد سعدت لقيامك بقراءة كتاب ميتشليت وبأنك تفهمه بشكل جيد. إن هذا النوع من الكتب يعلمنا أن الحب يمنحنا أكثر مما يظنه الناس. لقد كان هذا الكتاب مصدر إلهام لي. إن المرأة مختلفة تماما عن الرجل، وهي كائن لم نتعرف عليه بعد، بل إننا نعرفها فقط من الخارج كما قلت، وأنا متأكد من ذلك. إن الإحساس حتى ولو كان إحساسا عارما بجمال الطبيعة، لا يماثل أبدا الإحساس الديني، على الرغم من اعتقادي إن كلاهما لهما علاقة مباشرة ببعضهما البعض. إن كلا منا تقريبا لديه نوع من الإحساس بالطبيعة، فأحدهم قد يكون لديه إحساس أكبر والآخر بشكل أقل وهكذا. ولكن هناك القليلون الذين يشعرون بأن الخالق هو عبارة عن روح، وأولئك الذين يعبدونه يجب أن يعبدوه كروحا وكحقيقة معا. دعنا أيضا أن ندعو أن يزيد إيماننا بالله، ولكن لا تفكر بشكل متعمق في هذه الأشياء، لأنها سوف تتضح لك تدريجيا، وافعل مثل ما اقترحت عليك. دعنا نطلب أن يكون دورنا في الحياة أن نصبح فقراء في مملكة الله، خدما لله. إننا ما زلنا بعيدين عنه، دعنا ندعو أن تصبح أعيننا منصبة عليه، لكي يصبح جسدنا حينها ممتلئا بالنور. عزيزي ثيو، إن الطريق ضيق، لذلك يجب أن نكون حذرين. إنك تعرف إن الآخرين قد وصلوا إلى حيث نريد أن نصل، فدعنا نسلك ذلك الطريق السهل أيضا، ودعنا نؤمن بأن الله سوف يمنحنا خيره وعطاياه الطيبة. سوف أقوم بتدمير جميع كتبي من مؤلفات ميتشليت وغيره، وأتمنى أن تقوم بنفس الشيء أيضا. أرسل لك مرة أخرى بضع كلمات لأرفه بها عن نفسي. لقد نصحتك بتدمير كتبك وأقول ذلك الآن. نعم، افعل ذلك، افعل ذلك وسوف تشعر بالارتياح. ولكن حذاري من أن تصبح ضيق الأفق وتخشى من قراءة ما كتب بشكل جيد، بل على العكس، فإن قيامك بذلك هو نوع من الراحة في الحياة، مهما كانت الأشياء حقيقية، مهما كانت صادقة، مهما كانت عادلة، مهما كانت نقية، مهما كانت جميلة، مهما كانت الأشياء ذات سمعة طيبة، إذا كانت تتميز بأي فضيلة أو إذا كان بها ما يدعو للإطراء، ففكر بهذه الأشياء. ابحث عن النور والحرية، ولا تفكر بعمق في الشر. تحياتي بالشجاعة يا ولد.